فير بلاي، نحكيو على الاولمبي البيج. اليوم استقاله شهاب الليلي من مهامه في الاولمبي البيج، استقاله مفاجئه او مش مفاجئه؟ الحق باعتبار ان الكلام يدور منذ مده على نهايه العلاقه والتحاق شهاب الليلي بالبطوله الليبيه. على كل، حبينا ناخذ زوز اطراف. اليوم معانا كمال والي رئيس الاولمبي البيجي، كنا تحصلنا عليه. حبينا ناخذ ايضا موقف شهاب الليلي من الموضوع، ما كناش باش نتحصلوا عليه. اكيد ان شاء الله لو كان يحب يوضح او حق رد في اللي باش يقوله كمال والي، مرحبا به في كل وقت. نسمعوا شنو قال كمال والي اللي كان متغشش برشا من استقاله شهاب الليلي وبعد راجعين. الاستقاله نتاع شهاب الليلي مازالت ما جاتش بالتليفون وكاهو. سيدي البارح عندنا ماتش مع الترجي الرياضي التونسي، ماتش ميكال، فهمتني؟ ما تم حد شيء. ريا 11 غدراج نتاع الليل بعد ما فات الماتش طلبني. واللي راهو كهو وكذا وسيد توا انسان يكون اموره باهيه وكذا ومريقل يحترم الجمعيه اللي يدرب فيها. مش يدرب في جمعيه وينيغوسي مع جمعيه اخرى. مش معقول. دو السيد هذا ماخذ شهريات وحتى ساخذ جامب. مش بروبليم تاع مادي ولا حاجه. دونك بدلنا على خاطر يجيني فلوس اكثر بدلنا وهذاك هو. واحنا في البلاتوات ديما لونترينير ماهوش محمي لونترينير بالطبيعه، مش لونترينير كله يعملوا هكا شاذ ويحفظ ولا يقاس عليا، فهمتني؟ اما شنو تجيني في اخر وقت تقبل بجمعه؟ علاش السيد هو خسر 5 ماتشات ما بدلناهوش يعني. عنده عقد، عنده عقد حتى 30 جوان. والله ما نزلت توا ما نجمش نجاوبك. شو قلت لك؟ عندنا اجتماع وبعد ايش يعمل الله دي. يا ودي راهو مش معقول، يا ودي راهو كذا، يا ودي راهو عندنا ماتش الجمعه الجايه كذا. يا سي راهو بدلنا على الفلوس وذاك هو ني بليس ني موا. والجماهير الاولمبي البيجي ما تقبل حتى حد، لا عليه هو لا على الرئيس لا على الملاعب لا حتى حد. حول الله، هو ما احتاجش بكل ما جبناش الموضوع ضايع الكلام البرا. اما انا وهي ما حكيناش في الموضوع هذا بتاتا بتاتا. بون نسمع في كلام وكذا وكل شيء، اما وقت نجي نواجه وما يقول لي ما ثم شيء. دارنا المو عمل هو لقاء مع باجا تي في يسيح ثم العروض. اما انا عندي عقد يربطني حتى ل 30 جوان وعنده 3 ايام لو عملوا الموضوع هذا يعني مع باجا تي في. كل شيء الجماهير والناس كل متغشى عليه، عليه يا مبينك معقول؟ تبدا ما تعرفش تبدا وقتاش تبدا غدوه الجمعه الجايه ما تجي يعمل هكا مش معقول. ماني قلت لك شو تو مازلنا انا قاعدين نخمم مازلنا ما نجمش نعطيك اسماء فهمتني وبعدش ونعرف عليهم حتى ما ندوش عليهم ما عندهم عقد ما عندهمش مربوطين مع جمعيات ما نعرفش مازلت والله من اخر لقاء برؤساء الجمعيات هذاك هو ما تتواصلناش بعد انا ما تواصلتش معاهم ما نعرفش ما عندي شي فكره ما عندي شي ما عندي شي دونك كان هذا كمال والي رئيس الاولمبي البيجي، كان حكي على استقاله شهاب الليلي اليوم من مهامه. كيف كان حكي على عوده البطوله، قال ما عندوش فكره باش يرجع ولا البطوله الجمعه هذه ولا لا. دونك كما قلت انا بشهاب الليلي حبينا ناخذ موقفه من الموضوع، كيف علاش غادر الفريق رغم اللي عنده عقد مازال متواصل. دونك كما قلت في كل وقت يحب يتدخل معنا مرحبا به شهاب الليلي مدرب الاولمبي البيجي. فاصل قصير، موزيكا باب، شكون معنا هيثم العيوني اللاعب المنتقل من ملعب التونسي للمصري.